تامري بشيء ناقص كل شيء. شكرا. ضغط في قسم الاعلام طال عمرك. علاقه قسم الاعلام اي شغل مشغل ها شغل مشغل علاقه عام اي وش مؤهل ايوه بكالوريوس اعلام قياده يعني مؤهل مؤهل شهاده بكالوريوس تخصص ايش اعلام ما شاء الله علاقه عام ممتاز وش وظيفه عندكم في قسم الاعلام لا وش وظيفه من هو رئيس رئيس اسمه ابراهيم في الاعلام رئيس ابراهيم شو مؤهلك انا بحاسب حاسب بكالوريوس سمت طيب خليك في الحاسب وخليها بالاعلام سمت على مركز ما يصح انت باذن الله تعالى ها سمت تنازل لا خلوها رئيس الاعلام رئيس الاعلام في فرع مكه ماشي تقدري تشيل الحمل ولا هوني ان شاء الله باذن الله تقدري تقومي بالحمل باذن الله ها باذن الله توكل على الله وهو ادعمه بس هذاك طال عمرك سم اذا سمحت لي تفضل